مرحبا، اليوم رح أحكي عن اللينكس بأكتف إنسباير. تضيف لينك بأكتف إنسباير بروح على المنيو إنسرت وبختار اللينك. يبين عندي ثلاث أنواع من اللينكس: لينك من فايل أوريدي موجود عندي على الكمبيوتر، ويب سايت أو إمبيدد HTML. رح بلش بفايل، رح أختار فايل PDF. فيكون حيا لنوع من الفايل: أوديو، فيديو، إيميج، باوربوينت إلى آخره. أنا رح أختار PDF اللي أوبن. بيفتح لي ويندو Add Link As Text، يعني يبين لي اسم الفايل. Store As Store File Externally، يعني الفايل بيضلوا موجود برات الفليب شارت. لما بدي أفتحه بده يكون موجود أنا على الكمبيوتر أو الديفايس اللي فيه الفايل. Store File in Flip Chart، الفايل بحطه بقلب الفليب شارت. في حال فتحت هالفليب شارت بغير كمبيوتر أو غير ديفايس، بما أنه صار in the flip chart رح يفتح. Store File plus Directory بيعمل لي ستور للفايل والدايركتوري تبعه بقلب الفليب شارت. أنا رح أقول له Store File in Flip Chart. أوكي، هون ببين عندي اسم الفايل، وبس قرب عليه لاحظوا كيف ببين آيكون سيركل بالأزرق بقلبه في أرو أبيض. هيدا السيركل ببين إذا أنا كنت بالبرزنتيشن مود، يعني هون مضوى بالأزرق. إذا كبست عليها وحطيت ديزاين مود ما ببين السيركل، لكن رح أرجع على البرزنتيشن مود وقرب لهون وأعمل كليك بيفتح الفايل عندي. طريقة تانية، بروح على الـ Insert Link File، وهالمرة أنا هختار نفس الفايل اللي هو الـ PDF، ورح أقول له Image Icon كمان Store in Flip Chart. أوكي، رح تبين الـ Icon عندي. إذا أنا بدي زيحة بروح على Design Mode، لك عليها بزيحة، برجع Presentation Mode وبس أقرب على هالآيكون كليك كمان بيفتح الفايل. رح ضيف صفحة جديدة ورح زيد Resource من الـ Resource Browser. رح نقي Computer Search ورح نقي الصورة، ضف لي إياها، زحتها. بدي بس أعمل كليك على السكرين أو المونيتور يفتح لي أنواع المونيتورز تبع الكمبيوتر. بس أعمل كليك على الكيبورد يفتح لي صورة عن الكيبورد. كيف بقدر أعملها؟ باللينكس. رح روح على Insert Link File ورح نقي Image فيها Monitors Types Open، ورح قل له Action Object و Store File in Flip Chart. أوكي، بروح على Design Mode بلاقي بيّن عندي Square بالأحمر، قربه وبحطه على المونيتور وبعمل كليك عليه وبقول له خليه يجي من قدام مش ورا المونيتور. فبقول له Bring Forward، لاحظوا كيف قرب لقدام، كبره وبزيحه على المونيتور. وهون ساعتها إذا رحت على Presentation Mode وقربت لهون رح يبين عندي الآيكون السيركل الأزرق مع الأرو، كليك يفتح لي Different Types of Monitors. وهيدي الصورة جبتها أنا من digitalworld839.com. نفس الشي بدي أعمل أنا للكيبورد، بروح على Insert Link File، نبش على صورة عن الكيبورد Open Action Object. أوكي، طيب بين عندي بروح على Design Mode، بين عندي Square بالأحمر، نزله بعمل كليك عليه بحطه قدام وبزيحه على كل الكيبورد. وبروح على Presentation Mode بس أعمل كليك عليه هيبين الكيبورد. بس أعمل كليك على المونيتور بين عندي Type of Monitors، وهون بكون عملت أنا Interactive Image ب
باللينك as object. كمان صفحة جديدة وراح أحط بقلبها shapes وبدي أنا بس أعمل كليك على السكوير اسمها audio، فبروح على insert link file نقل audio open add link as existing object، بكبس عليها بختار الأوبجكت البديهة، أنا بدي السكوير بنقي سكوير أوكي store file in flip chart أوكي. لاحظوا بس قرب عليه ببين عندي الأيكون السيركل بالأزرق مع الأرو، كليك يفتح الأوديو. تاني نوع من اللينكس هو ويب سايت، بروح على insert link بختار ويب سايت، هون بكتب الويب سايت اللي أنا بدي إياه مثلا www.google.com، ونفس الطريقة فينا نقي text image icon action object existing object، أنا رح خليها text وقول له أوكي. بينضاف التكست تزيحه، بعمل كليك على design mode وبزيحه، برجع presentation mode وبقرب ببين الايكون كليك عليها رح يفتح لي ويب سايت هو جوجل. كمان رح ضيف هلا صفحة جديدة ورح نستعمل آخر تايب من اللينكس هو insert link embedded html. embedded html بيفتح لي ويندو فينا حط فيها html fragment أو html code. مثلا أنا رح فوت على classtool.net اللي هي بتخليني أنا أعمل educational games وفينا أعملهم embed as html. رح نقي من الجيمز random name picker edit names أحيون سمنين سامر ربا كريم سارة جميل لارا submit. لاحظوا خلق لي name picker، بس أعمل كليك بيختار لي نيم، بيبين ال HTML كود تزيدها على فليب شارت، بنبش على كلمة embed بكبس عليها اللي you need to save اللي اوكي، بعمل save password اوكي. هلا بعمل لها share embed كود، يعطيني الكود بعمل له copy، بروح على flip chart وبعمل له paste للكود بقول له اوكي. ولاحظوا انه بقلب الفليب شارت بين عندي الجيم اللي انا عملتها اللي هي النيم بيكر، فينا اكبس عليها لاحظوا اختار لارا واستعملها بالصف عندي وبيبين عندها اسمها continue. كمان صفحة جديدة هالمرة أنا بدي أعمل embed لكود من فات كولورادو لتعمل لي simulations. كون أنا من أي simulation من فات كولورادو هيدا ال URL تبع السايت، والسيموليشن هي balloons and static electricity، نبش على embed بكبس عليها بعمل copy بروح على insert link embedded html وبعمل paste للكود وبقول له اوكي، بيعمل load للسيموليشن وبقدر انا استخدمه مثلا show no charges. ولاحظوا كيف عم بقدر استعمل السيموليشن بانسبايل. كمان صفحة جديدة هالمرة رح أعمل إمباد ليوتيوب فيديو. تعمل إمباد ليوتيوب فيديو بروح على يوتيوب
بختار الفيديو اللي بدي اياه، نبش على شير بكبس عليها، نبش على امبيد، ببين عندي الكود اعمل له كوبي، بروح على انسباير، انسرت لينك امبيدد HTML، بعمل بيست للكود، اوكي، يعمل لود عندي بقلب البيج. شو ما كانت التول اونلاين اذا بتسمح لي اعمل امبيد للكود فيني اعمل له كوبي بيست وضيفه عندي على فليب شارت. Thank you.